التيك توك على الانستغرام وين ساكنه باربيل كرمال بدل القصه بقلبكم. انا ساكنه بابراج الرويا تاور. هلا هون الشقق كثير نظيفه وكثير مرتبه والخدمات ممتازه من سوبر ماركت وصالونات وكل شيء تقريبا ما ناقصني شيء والسكيورتي دائما موجودين. هذا اخر يوم لي باربيل اخر ليله. ما بتتخيلوا قديش زعلانه ومبسوطة بنفس الوقت. قضيت 9 شهور بأربيل كتير حلوين. ما بتتخيلوا قديش الشعب الكردي لطيف، معاملته بتجنن. وبنصح أي حدا يجي على أربيل إن كان زيارة أو إقامة. وهلأ أنا بطريقي للمطار. خلص باي باي أربيل. وصلت هلأ لقلب المطار ورح أسلم الشناطي وأطلع بالطيارة. الوقت كان تقريبا 3 ساعات طيران فحسيت بتعب شوي. انا هلا وصلت للمكان اللي اخذت فيه البيت. وصلت كثير تعبانه فأكلت وبدلت ونمت ورجعت صوركم المساء. المكان اللي أخذت فيه اسمه بوليفارد وهذا التور اللي أخذت فيه. هلأ رح أطلع على البيت وورجيكم التفاصيل. هذا المكان، هدول كلياتهم بنايات البوليفارد. كتير المكان مرتب وقريب على برج خليفة. هذا مدخل البناء بس انا هون ما عاد فيني اصور فرح اطلع على البيت وكملكم تصوير. اوكي هون مدخل الباركينج وهي وهذا المدخل تقريبا. ومن بعدها رح يمنعوني من التصوير، ما رح اقدر اصور. حتى الريسبشن كتير حلو بس ما خلوني اصور، ممنوع التصوير. فيني اخذ صورة بس ما فيني اصور الفيديو. فهلا وصلت على باب البيت وراح اصور لكم البيت اللي اخذته واحكي لكم كل التفاصيل وكيف اخذته. هذا مدخل البيت. هون على اليمين الحمام وهون المطبخ. شوفوا انا وصلت وحطيت اغراضي. وهون غرفة النوم وهذا الصالون. بس ما يخبركن عن الإطلالة قديش بتجنن 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 بتجنن. وما في إضاءة بس يعني بتبقى الإطلالة من هون غير تحت تماما. هدول كلياتهم عمارات بوليفارد. هاي البلكون بتطل على برج خليفة. يعني انا كنت اتوقع انه البرج كتير حلو بس مو بهاي الجمالية عن جد. شوفوا الشوارع، هذا الشيء تنظيم ترتيب. هاي من على يمين البيت وهاي الإطلالة من على يسار البيت.
فرح تشوف كتير فيديوهات ان شاء الله حلوة. انا بدي احكي لكم من وصلتي للمطار لانه كتير كنت تعبانة وما كنت قادرة اصور لكم، كان وشي كتير تعبان. بدي احكي لكم من وقت ما نزلت من الطيارة طلعت من المطار ما اخذ معي الوقت اكتر من 10 دقائق، يمكن لانه الطيارة فاضية وما بعرف، حسيت معي باسبور اوروبي. يعني انا اخذت البيت من وقت ما كنت في اربيل عن طريق ابليكيشن، كتير كان التعامل حلو، خبروني شو ممكن اقدر اعمل هون بالتاور من جيم ومن مسبح وغيره. هلا انا اخذت البيت قريب من برج خليفة كرمال اقدر اصور لكم كل شيء. اول شيء كرمال ما يضيع مني وقت من طرقات وتكاسي وهدول القصص، هدول التفاصيل اللي بتضيع الوقت الصراحة وبتحرق النهار على الفاضي. فأخذت هذا البيت ليكون قريب وأقدر أنزل صور لكم كل شيء. إن شاء الله راح تشوفوا فيديوهات كتير حلوة. إذا كنتوا أول مرة عم تحضروني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك للفيديو. بشوفكم بفيديو جديد، باي باي.